عليكم. معمل الحبيب المصطفى للألمنيوم، أبواب شبابيك كاونترات بي في سي. اليوم عندنا كاونتر لون أسود ورصاصي سي إن سي. هنا عندنا متر ونص جانبين مالتين رف وباب، هنا هم رف وباب. بالوسط ضفنا أربع مجرات. هنا محفور سي إن سي، هنا حج القلاب للتنظيف الجوي كي يتحرك الكاونتر، وهذه عندنا الرفوف وكل دواخلها. إذا تحب تقرب دواخل مالتين مبنية 07 تارس، لون الألمنيوم أسود ولون اليو بي أسود زائد رصاص. هذا كان في المحل. معمل حبيب المصطفى للألمنيوم. البوبيات تقاطع البزل مقابل أسواق البرتقالة جوار معمل حدادة الكعبي. ملاحظة، كل اللي يريد كاونتر اللون الكاونتر أو لون الألمنيوم أو نوع التصميم يختلف من مطبخ لمطبخ وحسب حاجة أم البيت، حسب ذوقها. فالألوان ما تختصر على هذا اللون أو الألوان اللي ينشرها. هواي أكو ألوان من كاونترات، من يوبي، من ألمنيوم، من مقاطع ومن تصاميم ومن موديلات ومن سبورتات. فكل زبون يريد اللون ويريد التصميم اللي عجبه، وإن شاء الله ينال إعجابكم. لا تنسوا باللايك والاشتراك بالقناة.